فلن تجد له وليا مرشدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وهو القرآن، وأكرمنا بخير نبي أرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وهو دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ومبشرًا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا، فهدى الله به الناس من ضلالة وعلمهم من جهالة وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون، لازلنا فيما كنا فيه حول موضوعات القرآن الكريم، وفي آخر جمعة تحدثنا عن مقاومة القرآن للإفساد، الفساد والإفساد في الأرض، ودعوته إلى الصلاح والإصلاح. فإن أول ما يواجهه القرآن الكريم والإسلام العظيم هو الطغيان والفساد في الأرض. الفساد في الأرض من ناحية، والطغيان يجتمع مع الفساد، ينخر كل منهما في جسم الأمة. ولذلك ذم الله الجاهليات القديمة، جاهلية عاد وثمود وفرعون، فقال: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ما هو الطغيان؟ الطغيان أن تجاوز الظلم إلى الحد الأعلى، أن تجاوز كل شيء إلى الحد العالي الرفيع، ومنه الظلم. لكن كل شيء يزيد عن حده يسمى طغيانا، حتى إن الماء في طوفان نوح لما زاد غمر البيوت والمساكن والأرض والزروع والجبال، وقال الله تعالى: وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجار. الماء طغى، طغى على كل شيء، هذا نوع من الطغيان. والناس قد تطغى في حياتها، قل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي،
ومن حل عليه غضبي فقد هوى. طغيان، هناك الأحيان طغيان صغير وطغيان كبير. قال الله عن قوم نخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يكبر طغيانهم ويطغى. والإنسان عنده في طبيعته استعداد للطغيان إذا لم يهده الوحي ولم يوفقه الإيمان، يزداد طغيانا. قال الله في شأن بعض الناس: ولزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربهم طغيانا وكفرا. القرآن اللي بينزل يهدي الناس ويرشدها إلى العدل والاستقامة يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. يقول الله تعالى من أول آيات نزلت في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنسان يطغى على غيره، يظلم ويزداد في الظلم ويضاعف ظلمه، خصوصا على الضعفاء من الناس الذين لا يملكون قدرة على المقاومة، يزداد طغيانا عليهم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يزداد طغيانه إذا رأى نفسه مستغنيا عن غيره، مستغنيا عن الناس، وحتى مستغنيا عن الله، فهذا يزداد طغيانا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك اعتبر القرآن هذا الطغيان هو أساس دخول جهنم. لماذا يدخل الناس جهنم؟ لطغيانهم وازدياد ظلمهم وازدياد عصيانهم وتدبرهم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الطغيان، ربنا قال عن فرعون: الذين طغوا في البلاد. حينما أرسل الله موسى إلى فرعون ماذا قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. لم يصفه إلا بهذه الكلمة: اذهب إلى فرعون برسالتك السماوية الربانية. لماذا؟ لأن فرعون طغى، وما دم طغى سيفسد في الأرض، سيذل العباد، وسيفسد البلاد، وسيشيع الشرور، وسيقف ضد الخيرات والصلاح. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغيان ربنا فصله في آية: إن فرعون علا في الأرض، علا طغى، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طغيان مع إفساد في الأرض، يستضعف طائفة من الرعية، يذبح أبناءها ويستبقي نساءها. الأولاد الذكور يقتلهم والنساء يبقيهم للخدمة والاستمتاع. إنه كان من نفسه. إن فرعون علا في آيات أخرى يقول: وقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من هذا العلو في الأرض والطغيان، يستعلي في الأرض، يأخذ أكثر من حجمه وأكثر من ساحته. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهذا جمع بين العلو والفساد. العلو هو التعبير عن الطغيان. فرعون كان يمثل
الإفساد السياسي، تحدثنا عنه في المرة الماضية، الإفساد السياسي في الحياة السياسية، يفرق بين الناس بعضهم وبعض ويعلي بعضهم على بعض، لا باسم الحق ولا باسم العدل، ولكن ما يهواه الظالم يأمر به، يعلي قوما على قوم، لا يعلي الحق على الباطل، ولا يعلي العدل على الظلم، ولا يعلي الخير على الشر، وإنما يعلي ما في هواه هو، لأن هؤلاء أقرب إليه نسبا، أو هؤلاء يحققون له المصالح، أو هؤلاء يدفعون عنه، فهو يحابيهم بما يستطيع. هذا هو الإفساد السياسي. وتحدثنا أيضا في الخطبة الماضية عن الإفساد الاقتصادي الذي ذكره الله تعالى عن قوم سيدنا شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كانوا يفسدون في الأرض، يطففون المكاييل والموازين، ويظلمون الناس في البيع والشراء، فكانوا يعثون في الأرض مفسدين. جاء فرعون، جاء سيدنا شعيب ليقيم عدل الله في الأرض ويقاوم هذا الإفساد. قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يفهمون إنهم أموالهم ما دام ملكوهم أحرار في أموالهم. لا، ليس لأحد حرية مطلقة في ماله، لأن حريتك تصطدم بحرية غيرك، وحقك يصطدم بحقوق غيرك، فلا بد أن ترعى حريات الناس وحقوق الناس. كل إنسان له حق كما أنك لك حق. قالوا لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وما يفعلون في أموالهم ما يشاء، هذا هو الشر كله. الرأسمالية المرذولة الطاغية هي التي تجعل الناس يفعلون في أموالهم ما يشاءون، دون أن يبالوا بالمجتمع، دون أن يبالي الأقوياء بالضعفاء، دون أن يبالوا بحقوق الفقراء والأيتام والمستضعفين في الأرض. هذه هي الرأسمالية الغبية التي لا تعترف لله بحق ولا للناس بحق. هذا هو الإفساد الاقتصادي. هناك إفساد اجتماعي، الذين يريدون أن يفرقوا بين الناس بعضهم وبعض. الله خلق الناس سواسية كأسنان المشط، أعطى كل منهم عقلا يفكر به، وإرادة يرجح بها، وقدرة ينفذ بها، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فلماذا يأتي بعض الناس ويريد أن يأخذ كل شيء لنفسه ويحرم الآخرين؟ إذا كان عنده قدرة على ذلك، عنده أولاد وأتباع وأنصار يستقوي بهم ويستضعف الآخرين ويحرمهم من كل خير ويستفيد هو من كل ما في الأرض، هذا ظلم.
الإسلام يرفض هذا الظلم، لأنه يجعل الناس يكره بعضهم بعضا، يصبح الناس الضعفاء يكرهون الأقوياء، والأغنياء أو الفقراء يحسدون الأغنياء، ليس هناك رابطة محبة بينهم. كيف يحب الإنسان ظالمة؟ كيف يحب الإنسان من يهلكه، من يستأثر بكل شيء ولا يدع له شيئا؟ هذا يجعل الناس أمة بعضها يقاوم بعضا. ولذلك الإسلام جاء يجمع الناس جميعا على مائدة واحدة، هي مائدة الله. ربنا جعل هذا الكون مائدة مفتوحة للجميع، يأكل منها الجميع. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلوا من رزق الله، رزق الله ممدود للجميع، فلا يجوز لأحد أن يأخذ رزق الله أو جزءا منه كبيرا لنفسه ويحرم الآخرين. لا، الله لا يرضى هذا الظلم أبدا. إنما المائدة ممدودة للجميع، كل واحد حسب جهده وحسب عقله وحسب اجتهاده وحسب تفكيره. ولذلك لا يمكن أن يكون الناس بعضهم كبعض تماما، لا، لابد من تفاضل. ولكن ليس معنى التفاضل أن يحرم بعض الناس الآخرين تماما، لا، حتى الذي لا يستطيع أن يعمل. هب أن إنسانا أعمى أو أعرض أو مريضا أو لا يستطيع أن يعمل في كسب العيش، هل يموت جوعا؟ الإسلام يفرض له على المجتمع من حوله، أول الناس أقاربه والناس اللي بعدهم قريبون منهم، أهل الحي ثم أهل البلد ثم أهل المنطقة، الكل يتكافل بعضهم مع بعض. هذا ما جاء به الإسلام. فالذين يريدون الإفساد الاجتماعي هم الذين قال الله فيهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة، وخسارة الآخرة هي الأشد، ألا ذلك هو الخسران المبين. ويقول الله تعالى أيضا في آية أخرى يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا هو الإفساد الاجتماعي. وهناك إفساد أخلاقي، هناك أناس يعملون على إفساد الخلق، وهذا ما حذر الله تعالى منه. الذين نشروا فاحشة اللواط، قوم لوط هم أول ناس جاءوا بهذه الفاحشة، لم يسبقهم أحد من العالمين كما قال القرآن. وجاء سيدنا لوط يعني يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة الفظيعة. قال أتأتون الذكران، الذكور من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بما أعطاكم نساء تتزوجهن طاهرات، تترك امرأتك وتذهب إلى الرجال، غيروا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأصبحت هذا مرضهم المدمن، يصبحون عليه ويمسون عليه. أتذرون ما خلق لكم ربكم من وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، معتدون على حدود الله. سيدنا
لوط سماه المعتدين والمسرفين والجاهلين وكل الشرور والرذائل، وصفهم بها سيدنا لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذا ما كان يفعله قوم لوط والعياذ بالله. وفي النهاية قال: رب انصرني على القوم المفسدين، هؤلاء مفسدون في الأرض. فكانوا يقولون يعني إن يعني لوط، قوم لوط يريدون أن يتطهروا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لا يريدون أن يوسخوا نفسهم مثل الآخرين، ومن حقهم أن يتطهروا، ومن حق كل إنسان أن يتطهر. الطهرة هي أصل الإنسان، وكل إنسان مطالب أن يطهر نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فسيدنا لوط وقف ضد هذه الفاحشة الرذيلة المنكرة. وكذلك من الإفساد الأخلاقي أن الإنسان يعيش بشخصية مزدوجة، له وجهان وله لسانان وله طريقتان، له وجه يقابل به هؤلاء ووجه يقابل به قوما آخرين، لسان يكلم به هؤلاء ولسان يكلم به، طريقة يتعامل بها مع هؤلاء وطريقة أخرى يتعامل بها مع. لا، الإسلام لا يريد هذا أبدا. الإسلام يريد الشخصية المحترمة الموحدة، لها وجهة واحدة وصيغة واحدة وطريقة واحدة، الشخصية المتلاعبة المتلونة. هذه لا ليست شخصية من شخصيات الإسلام أبدا. شر الناس يوم القيامة وذو الوجهين، كما جاء في الحديث: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. المنافقين عادة يتعاملون مع الناس بوجهين وبلسانين، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويزيغ منك كما يزيغ الثعلب. فكما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تعرف من هنا هو ده هنا ولا هنا؟ مذبذب. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا من الإفساد الأخلاقي. وهناك إفساد ذكره القرآن، إفساد بيئي الذي يفسد البيئة. الله خلق البيئة للناس بيئة صالحة يستطيعون أن ينتفعوا بها، خلق الأرض تثمر. الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاحها، ربنا أصلحها، خلقها صالحة مهيئة لتنبت الزرع وتهيئ الضرع، ويأتي منها الحيوان وحدائق ذات بهجة، يأتي منها هذا كله. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أشياء حسنة ذات بهجة ذات حسن وجمال. هذا ما صنعه الله في الأرض. يأتي الإنسان ليفسد في هذه الأرض. بعض الناس جاءوا إلى أرض مصر بما يفسد الزرع، أخذوا من إسرائيل بذورا، وإسرائيل تعملت أن هذه البذور تفسد الأرض وتفسد الغلة،
لا يجوز هذا، لابد أن نحافظ على الأرض، على التربة، لابد أن نحافظ على الهواء، لابد أن نحافظ على الماء، لابد أن نحافظ على الحرارة، لابد. الناس لعبوا وعبثوا في البيئة فأفسدت عليهم حياتهم، أصبحت الحرارة غير الحرارة والبرودة غير البرودة، وأصبح الناس يشكون من تغير الأجواء وتلوث الأجواء. هذا مما فعله الناس بأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقتل عصفورا عبثا إلا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. يسأل أمام الله من يقتل عصفورا، حمامة، حبارة، أي شيء، ما معنى يقتل؟ يقتل ولا يأكله. بعض الناس تروح في القنص في الصيد يقتل الشيء ويسيبه، لا، هذا حرام، معناه بتلعب، تلعب في هذه المخلوقات، لا يجوز العبث بهذه المخلوقات فيها أرواح. سيدنا عبد الله بن عمر ورد بعض الشباب من شباب قريش يعبثون في الدجاج، عاملين دجاجة وعاملينها يعني هدف يصيدوا بها بالسهام، يرموها بالسهام، مين اللي حيصيبها أكثر من التاني. فلما رآهم سيدنا عمر يعني طردهم ولعنهم وقال: لعن الله من اتخذ هذا غرضا، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعي على هذه الأشياء الحية أغراضا للناس، هذا إفساد للبيئة. يجب على الناس أن يحافظوا على البيئة، كل شيء في البيئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكوا من الكلاب وقالوا: نقتلها يا رسول الله، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. الكلاب أمة من الأمم، مش بني آدم. ناس بيقتلون بني آدم الآن بالآلاف، بالمدافع، بالطيارات، بالقناصين، يقتلون الناس بالآلاف. النبي عليه السلام رفض أن يقتل الكلاب الضالة اللي بتؤذي الناس، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم. القرآن الذي قال هذا: وما من دابة في الأرض، الله تعالى يقول في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل أمة من هذه الحيوانات والحشرات والطيور والأسماك وكل ما فيه روح، أمم أمثالنا، أمة العنكبوت، أمة النمل، أمة النحل، أمة الكلاب، أمة القطط، أمم أمثالكم. انظر كلمة أمثالكم، زيكم، فيهم أرواح خلقها الله، يجب أن تحترموها. ولذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب، ولكن الحضارة الغربية قتلت الناس، وللأسف وجدنا من المسلمين من يقتل الناس. الناس يقتلون في مصر، والناس يقتلون في سوريا، آلاف وآلاف من الرجال والنساء والولدان والشيوخ ومن كل الفئات، والناس يقتلون في العراق على الهوية، أنت مسلم ولا شيعي؟ شيعي لا يقتل، مسلم يقتل، يقتله الجيوش، تقتله النيران، تقتله المدافع، تقتله الطائرات، تقتله الدبابات، تقتله. وفي بلاد كثيرة يقتل الناس، هذا إفساد في الأرض. هناك إفساد أمني،
ناس تفسد في الأرض حتى لا يكون فيها أمن، حتى يخاف الناس بعضهم من بعض. الأمن أن تحس في نفسك بالاطمئنان إنك آمن من كل من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنده قوت يوم ومعافى في بدنه وآمنا في سربه في جماعته، هذا كأن الدنيا كلها عنده. إذا فقد الناس الأمن، وهذه المصيبة التي يشكو منها الناس، بلادنا العربية في مصر وسوريا والعراق وفي بلاد كثيرة أصبحت تشكو من اختلال الأمن. الذي فعل هذا سيجزيه الله شر الجزاء، سيجزيه بما يستحق، لأن الأمن نعمة عظيمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحياة تقوم على أمرين: الرخاء والاكتفاء الذاتي والأمن. هذه بهذا الجنة فيها أمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ادخلوها بسلام آمنين. فالأمن نعمة عظيمة. هناك أناس يفسدون الأرض بإضاعة الأمن، قتلوا الناس في بيوتهم وفي شوارعهم وفي مدارسهم وفي جامعاتهم وفي الطرقات، قتلوهم حتى لا يشعر الناس بالأمن. ولكن المؤمنين أقوى من هؤلاء، ظلوا مستمسكين بحقهم، لم يتركوا البقاء في الشارع، ظلوا ينادون بالحق. يقتل منهم من يقتل، يعلمون أن المقتول ليس ميتا، المقتول حي عند ربه. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. انظر إلى هؤلاء الشهداء، هم أحياء، ومن حياتهم أنهم يفرحون بما آتاهم الله من فضله، أدوا للأمة ويفرحون بمن يأتي بعدهم، كلما يأتي جيل من بعدهم يحمل الراية ويتقدم إلى الأمام ولا يبالي بما يصاب في سبيل الله، يفرحون. هم معنا بعواطفهم، هؤلاء الذين يفسدون الأمن. كما قال الله عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد، كما قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ربنا لا يحب الفساد أبدا، إنما يحب الصلاح والإصلاح للناس جميعا. كل فساد يكره الله ويبغض أصحابه وينزل بهم النقمة، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين والقوم المفسدين أبدا. ولذلك أيها الإخوة، كونوا دعاة إصلاح ولا تكونوا دعاة فساد ولا إفساد. الذين أفسدوا حياتنا، حياتنا السياسية وحياتنا الاقتصادية،
وحياتنا الاجتماعية وحياتنا الأخلاقية وحياتنا الأمنية وحياتنا البيئية، حياة الناس وحياة الأحياء وكل شيء أفسدوه، هؤلاء سينتقم الله تعالى منهم وسيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يعجز عن شيء، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كونوا مع إخوانكم الذين أصابتهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزالا شديدا، كونوا مع إخوانكم في مصر وإخوانكم في سوريا وإخوانكم في العراق وإخوانكم في سوريا وإخوانكم في اليمن وإخوانكم في ليبيا وإخوانكم في المغرب وإخوانكم في كل مكان في أرض الإسلام، وخصوصا الأرض التي يبتلى فيها المسلمون. المسلمون يبتلون في بلاد شتى، ولكن الله معهم، لن يتخلى الله تعالى عنهم. ثقوا أيها الإخوة أن المؤمنين منصورون، والله إن المؤمنين لمنصورون، لا نيأس أبدا، لا نيأس، الله معنا. إذا كان الله معنا لماذا نخاف؟ الله مع المؤمنين، سيتدلى عليهم بقوته ورحمانيته وأحديته، وسينصرهم نصرا عزيزا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الرحيم، وادعوه يستجب لكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، في هذا الأسبوع يريد حكام مصر، حكامها غير الشرعيين، لأن هناك حكاما شرعيين وحكاما غير شرعيين. الحكام الشرعيون هم الذين انتخبهم الناس بإرادتهم الحرة وأعطوهم أغلب أصواتهم، فهؤلاء هم الحكام الشرعيون. ظلت مصر 60 عاما يحكمها العسكر، يحكمونها بالاستبداد وبالطغيان والفساد وبالظلم الذي شمل كل شيء 60 عاما. تفاوتت من حين لآخر، حين يشتد الفساد ويشتد الظلم ويخفض حينا، وانتهت هذه السنون بقيام الشعب المصري عن بكرة أبيه بكل فئاته، مسلميه ونصاراه
ومتعلميه وفلاحيه وعماله بكل الفئات، رجال ونساء وشيوخ وشباب، حتى الأطفال الذين يعون شاركوا في ثورة 25 يناير 2011، وانتصر الشعب، انتصر الشعب وسلم حسني مبارك كرسي الرئيس المنتخب، عزلوه، لم يعزلوا حسني مبارك الذي قتل وسرق وأفسد في البلاد وأذل العباد وفعل ما فعل من مآثم ومظالم يعرفها الجميع. تركوه يختار المجلس العسكري، أنا فوضت الجيش في المجلس العسكري يحكم مصر، وحكم المجلس العسكري إلى أن انتخب الناس رئيسا شرعيا، وهيئ الناس دستورا شرعيا منتخبا من رجال منتخبين، منتخبين عن طريق المجالس الشرعية، مجلس الشورى ومجلس الشعب، 100 شخص، وأعطوا ظلوا ستة أشهر يعملون ليلا ونهارا من أجل هذا الدستور، وأقاموا دستورا واستفتى الشعب عليه، وأفتى الشعب عليه، واستفتى الشعب أكثر من مرة بنعم بأكثرية حوالي 1/3. هذا الشعب المصري لم يصبر المستبدون الذين جربوا حكم الشعب من غير أن يعلم الشعب، حكم الشعب من الوراء من الخلف، جربوا هذا الحكم، وقفوا ضد حكم محمد مرسي. إذا كان لمحمد مرسي خطأ، فأول خطأه أنه لم يكتشف هؤلاء الناس، وربما كان معذورا، لأن الإنسان الصالح لا يظن السوء بمن يظهر له الخير. هؤلاء كانوا يظهرون له الخير ويبشرون في وجهه ويكلمونه الكلام الطيب ويحلفون له أن الجيش معه، وهم كذابون. قالوا إن محمد مرسي فشل، فشل في متى؟ هو حكم؟ هو تركوه شهر واحد يحكم يا جماعة؟ والله ما تركوه شهرا، سنة كلها يشكو، والله قال لي إن عندي من الملفات ما أستحي أن أتحدث عنه لأني فضيحة لمصر، ملفات الفساد، يقول أستحي أن أتكلم، سأفضح مصر. هؤلاء الذين يفضحون العالم هم الذين تآمروا على محمد مرسي وزعموا أن الشعب ضده. كيف الشعب ضده؟ قالوا إن الشعب ضده. من الذي عد الشعب؟ نحن عندنا صناديق معدودة، فرد فرد وصوت صوت، من أين رئتم بهذه الأشياء؟ ولكن هؤلاء أرادوا أن يقمعوا الشعب ويحكموه رغم أنفه، حرموا الشعب الديمقراطية، الشورى، ديمقراطية تعبير عن ما يسميه الإسلام الشورى، الحرية. سيد عمر يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هؤلاء استعبدوا الأحرار من الناس، أصبحوا يحكمون الشعب. هناك خلاف، اختلف الناس مع العسكريين، وقال الناس لا نريد حكم العسكر، نادوا بسقوط حكم العسكر، ومن حقهم هذا أيها الإخوة. لا يجوز لأي شعب من الشعوب الحرة التي عرفت حريتها وآمنت بها أنها تحكم فيها مجموعة من العسكر
العسكر يجب أن يكونوا في خدمة حماية الأمة، يحمونها في الداخل ويحمونها من الخارج. القوات المسلحة سواء كانت قوات جيش أو قوات شرطة تكون في خدمة الشعب، ولكن ضباط الجيش المصري، لا أقول كل الضباط، أنا أعرف ضباطا محترمين يخافون الله ويحبون الشعب ويحبون الحرية للناس ولا يريدون أن يفرضوا على الناس ما يرونه. هؤلاء هم الذين يجب أن يحترمهم الناس. أما هناك عدد من الضباط يريدون أن يفرضوا رأيهم على الناس وحياتهم على الناس ويفرضوا على الناس ما يريدون. أنا أيها الإخوة مشيت في مصر في مناطق كثيرة، أمشي في مناطق يعني عشرات الدقائق وحولي أماكن يملكها الجيش المصري. من حق الجيش المصري أن يملك أماكن يعيش فيها، يدرب جنوده فيها، ولكن لمن هذه المناطق؟ هذه ملك الشعب. إذا ترك الجيش هذه المناطق تكون للشعب وللجيش، أما أن يملكها الجيش وحده فهذا ما يفعله الجيش المصري. سألت عن الناس في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا وفي آسيا وفي أفريقيا وفي بلاد كثيرة، لم أجد إلا بلاد الاستبداد الذي يحكمها العسكر، وهي بلاد قليلة جدا. إنما البلاد الضخمة الهند والصين واليابان وأمريكا وكندا والبلاد الكبيرة هذه، الجيش مثل الشعب. بل عرفت أن الجيش يملك غير الأشياء التي يعيش فيها الجنود. هذه إذا رأى منطقة معينة يقول هذه منطقة عسكرية ويفرض عليها، إنما ليس أحد من حق أحد أن يدخل فيها. كثير من المناطق يملكها العسكر وتركت حينما تزحف المدن على هذه المناطق ويصبح في قلب المدينة، يفر العسكر ويترك هذه المناطق الهائلة، هذه مناطق بالمليارات بعشرات المليارات يملكها الضباط. الجنود لا يملكون شيئا، الجند بيقعد فترة ويروح، إنما الضباط وخصوصا كبار الضباط تصبح أملاكا لهم ويصبح هؤلاء ملاكا. الضباط أصبحوا يملكون أشياء هائلة من ما يملكه الشعب المصري كله. أنا لا أقول هذا والله حسدا للضباط، ولكن أخشى عليهم من غضب الله تبارك وتعالى إذا أكلوا حقوق الشعب، لأن بيدهم السلاح والقدرة يأخذون من الناس ما يقدرون عليه ويتركون الناس لا شيء لهم. هذا حرام، يجب أن يكونوا شركاء للناس، ممكن يديهم شوية زيادة، إنما يأخذوا كل شيء ويصبح هذا أموالا لهم، وأصبحوا يملكون بهذه الطريقة أموالا هائلة وشركات هائلة في بر مصر كله، تملك في كل شيء في العقار والهندسة والصحافة، ويملك هؤلاء ما يملكون ويعينون فيها من اللواءات والعقداء والضباط الكبار ما يعينون. وفي كل الدولة في التلفزيون المصري كان في 45,000 موظف، قالوا مش محتاج غير 10,000، والباقي 35,000 دولة معظمهم ضباط ولواءات وتحت منهم موجودين. هذا ليس بصحيح. الحقيقة إن يجب أن يحكم الشعب كله بلاده، الأمور تقسم بالعدل وبالمشورة. أما
أن يأتي العسكريون ويقول هذا لنا ونحن الحكام فيه ولنا مجلسنا العسكري ولا يجوز لأحد أن يتدخل ولا للشعب المصري أن يتدخل في أمورنا، نحن أحرار فيما نملكه. من يقول هذا؟ هذا صنع الاستبداد، الاستبداد الذي يتحكم في أرزاق الناس وفي أمور الناس كلها ولا يملكهم شيئا. الناس شركاء في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام حرم امتلاك بعض الأشياء دون بعض، أن يملكها آخر بعض الناس ويحرمون الآخرين. لا، كل الناس يجب أن يشتركوا. المال إذا كان مطلوبا للجميع، قسم المال مثل المياه أو الهواء أو الرمل أو الشمس أو الأشياء التي يحتاجها، لا يجوز لأحد أن يحتكر شيئا منها ويقول هذا لي أنا وحدي. فهذا من الأشياء التي يجب أن يحكم فيها الشعب. ثم جاء هؤلاء الذين حكموا الشعب بدون خيار من الشعب، لم يختارهم الشعب. من الذي اختارهم؟ هنا كثير من المصريين، هل اخترتم هؤلاء؟ قلتم هؤلاء حكامنا؟ من اللي أعطاكم الفرصة لتقولوا هذا؟ هؤلاء حكموا الناس رغم أنوف الناس، والرئيس الشرعي خطفوه، يقولون الرئيس المعزول. من عزله؟ لا يوجد أحد عزله، هذا الرئيس مختطف، اختطفه القوم وأخفوه، والآن لا يعرف أين هو، هل هو حي أو ميت، لم يحضر محاكمته الأخيرة ولا يعرف لماذا لم يحضر. كذبوا على الناس وقالوا الجو لم يسامح، ولكن الناس رأوا الجو في الإسكندرية في صحوة والشمس طالعة وليس هناك أي غبار وليس هناك أي شيء يمنع. أين محمد مرسي؟ ماذا يريد هؤلاء أن يفعلوا به؟ هؤلاء حكموا البلد، قتلوا من قتلوا، حرس الجمهوري والمنصة في شارع النصر ومجزرة ربعة العدوية ومجزرة جامع الفتح ومجازر في الإسكندرية ومجازر في المنصورة ومجازر في بلاد شتى، رآها الناس بأعينهم. رأينا هؤلاء يقتلون بالجيش، أسلحة الجيش تأتي الناس الذين ليس معهم أي سلاح، لو كان معهم سلاح يستحقهم، والله ليس معهم أي سلاح. أنا أشهد بهذا، والله عرفت الكثير منهم ومنكم من حضر، بعض الحاضرين معنا هنا حضروا وشهدوا هذا، لم يكن مع أحد منهم لا بندقية ولا مدفع ولا مسدس ولا سيف ولا سكينة ولا عصا ولا حجر. أنا أقول هذا، وعندي من أقاربي من كانوا موجودين في هذا وحضروا وبعضهم موجودين معنا الآن، لم يكن معهم إلا أيديهم، أصابعهم الأربعة يرفعونها بأيديهم الاثنين، يرفعون أيديهم ليس في أيديهم شيء، قتلوا. هل رأيتم أحدا قتل من الضباط ومن الجنود الذين قتلوا؟ ما هم قتلوا بعضهم بعضا، أحيانا بالخطأ وأحيانا بما رتبوا مما رتبوه. والله هؤلاء قوم ظلمة، قتلوا هؤلاء الناس بدون وجه حق، والله يغضب لمن قتل بغير حق، الله يغضب للذين قتلهم الظالمون. قتلوا هؤلاء الأبرياء الأتقياء الأنقياء الذين ظلوا رمضان يصلون في أول الليل وفي آخر الليل
ما رأيت أخشع منهم لله والله، رجالهم ونساؤهم وشبابهم وشيوخهم وأطفالهم، رأيت الناس الخلص، خير ما في مصر، أفضل ما في مصر، اجتمعوا في ربع العدوية وفي النهضة وفي بلاد الأخرى، قتلهم هؤلاء الظالمون. واليوم يريدون من الشعب أن يبارك هذا القتل، يشترك معهم، قتلوا، يريدون الناس يشتركوا معهم في القتل. أعوذ بالله، من يشارككم في هذه الجريمة البشعة؟ قتل واحد، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الإسلام يفزع قتل امرئ واحد. فهؤلاء قتلوا الآلاف، يريدون أن يشركوا الشعب المصري في الدستور الذي صنعوه. الدستور الذي صنعه الشعب المصري أعظم دستور، ومع هذا فإن الدكتور محمد مرسي قال إذا كان هناك ملاحظات على الدستور ممكن نعقد أول جلسة نقوم فيه الدستور ونضيف إليه ما نضيف ونحذف ما نحذف ونعدل ما نعدل، وهذا إنصاف. أنا دي كان بعض الملاحظات، قال ممكن ده أنا أخذها وننظر فيها، وينظر فيها الذين انتخبهم الشعب بالأغلبية. هذا هو الإنصاف أيها الإخوة. أما أن يأتي هؤلاء عشرة والعشرة يجيبوا 50 والخمسين يقعدوا كم يوم وكم يوم ما كفوش زودوهم شوية أيام ويفرضوا علينا دستورا يحذفون فيه الشريعة الإسلامية، كل ما أهمهم حذف الشريعة الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية يجب أن يرجع فيها إلى علماء الأزهر. حذفوا هذه المادة لتصبح الشريعة الإسلامية أمورا مختلفا فيها. الأمور المتفق عليها هي الشريعة الإسلامية، أما المختلف فيها فمن حقنا، والمتفق عليها القطعية التي يسمونها الأمور القطعية هذه أمور محدودة، أما معظم الشريعة الإسلامية فيها خلافات. ولكن اللي معاه القرآن واللي معاه السنة واللي معاه الإجماع واللي معاه يجب أن يكون الناس معه. فهؤلاء رفضوا هذا، جاءوا بدستور يريدون للأمة أن تصوت عليه. وأنا أدعو الشعب المصري، كل الشعب المصري، أدعو الشعب المصري في القاهرة والإسكندرية، أدعو الشعب المصري في المدن المصرية، في الصعيد وفي الوجه البحري، في المدن وفي القرى وفي الصحارى، في كل مكان، أن يرفضوا الذهاب إلى هذا الاستفتاء. هذا استفتاء ساقط، لأن تقوم به حكومة ليس لها أصل، حكومة غير شرعية، لا قيمة لما تعمله، هذا عمل باطل، ولا ينبغي نحن أن نؤيد الباطل، نحن ضد الباطل. فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نحن ندعو الشعب المصري، كل الشعب المصري، أدعو كل الشعب المصري، مسلميه ومسيحييه، ليبراليه وإسلاميه، رجاله ونساءه، شيوخه وشبابه، في القرى وفي المدن في كل مكان، أدعوهم إلى مقاطعة هذا الدستور. هذا دستور ميت، دستور لا يجوز أن يعيش. هذا ما أدعو إليه الشعب المصري، وأدعو الجنود المصريين كما دعوتهم من قبل أن يرفضوا قتل امرئ مصري. أنا أعجب لهؤلاء الجنود، سواء كانوا جنود شرطة أو جنود جيش،
الذين يقتلون المصريين من عدة أيام قتلوا 20 شخصا في يوم واحد، قتلوا 20 غير الآلاف اللي قتلت، وفي سائر الأيام يقتل شباب، شباب مثل الزهر الناضر الوردي الجميل، يقتلون هؤلاء الشباب في جامعاتهم في داخل الجامعة، يدخل هؤلاء يدخل على هؤلاء الشباب وهم يدرسون العلم. وللأسف نجد من الشيوخ في الأزهر من يسكت على هذا، بل من يؤيد هذا، بل من يقول هذا هو الدين وهذا هو الشرع. أين أنتم أيها الشيوخ من الدين؟ الدين بعيد عنكم، الدين يستعيذ بالله تعالى من شروركم ومن فجوركم، هذا ليس من الدين في شيء. تبحون دماء الناس، دماء الأبرياء، لا يحل دم امرئ مسلم إلا من 3. تحفظون هذا الحديث؟ هؤلاء لم يقتلوا ولم يزنوا ولم يخونوا ولم يرتكبوا شيئا يوجب دماءهم، هؤلاء يقتلون التلاميذ ويتجرؤون على النساء لأول مرة في مصر. أنا اعتقلت في يم فاروق سنة 49، لم يكن معنا امرأة واحدة في الاعتقال، واعتقلت في سنة 54 في عهد الثورة لم يكن معنا، وفي الاعتقال الثاني في أواخر 54 55 56 لم يكن معنا امرأة واحدة، في سنة 65 أدخل عبد الناصر بعض النساء، السيدة زينب الغزالي ومن كان مثلها من النساء الوفيات الداعيات إلى الله. أما أن يصبح البنات يعبث بهن البلطجية الذين استأجرهم المستأجرون، أصبحوا يعيشون على حساب الدولة، يعيثون في الأرض فسادا ويطغون على الناس ويعبثون ببناتنا. والله رأيت مناظر يعني يندى لها الجبين، والله يندى لها الجبين، أستحي أن أنظر إليها، يعبثون بالمرأة المحجبة والمرأة المنقبة ويفعلون هذا ويحكمون على هؤلاء بعشر 11 سنة ويأخذونهم إلى المعتقلات. هؤلاء أناس لابد أن يرفضهم الشعب. أنا أقول للجنود المصريين ارفضوا ما أمركم به هؤلاء، هؤلاء لا يأمرونكم بما يوافق الدستور ولا القانون ولا الشرع، لا يوجد شرع ولا قانون يأمر بقتل الناس، الناس أبرياء تقتلونهم؟ لا يجوز لكم هذا، والله لا يجوز لأي شرطي أن يعتدي على أي إنسان في الشارع بالقتل، يقتله حتى بالخرطوش، الخرطوش ممكن يقتل إذا حدث بطريقة معينة وفي مرات معينة ممكن أن ينتهي إلى القتل. أنا أدعو الشعب المصري كله أن يقف وقفة رجل واحد ضد هؤلاء الطغاة المفسدين في الأرض، هؤلاء الذين يحكمون مصر أناس لا يخافون الله، لا يرجون الآخرة، لا يعلمون أن هناك يوما يجتمع الناس فيه إلى الله، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هناك يوم ستقفون فيه أيها العسكر، يا سيسي ومن مع السيسي، يا إبراهيم، يا وزير الداخلية، يا من تقتل الناس بغير حق، اخشى ربك، ستقف يوما أمام هذا الملك العظيم حينما يقال هل من ملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا يرد أحد يقول لله الواحد القهار. هذا اليوم لن تردوا لكم نصيرا ولن تردوا لكم وليا، الله سبحانه وتعالى هو صاحب الملك كله في هذا اليوم العظيم. إني أرى أيها الإخوة
أن الشعب المصري سينتصر، ثقوا إن الشعب المصري صاحب حق وصاحب الحق سينتصر. علينا أن نصبر، لابد أن نصبر، الحق لابد له من صبر. الله تعالى يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قال سيدنا يوسف، قال لهم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لإخوته حينما اكتشفوا أنه عزيز مصر: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته ويرفع شريعته ويعلي أمته ويعز أنصار دينه ويخذل الظالمين. اللهم اخذل الظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأدل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا في سوريا، وانصر إخوتنا في العراق، وانصر إخوتنا في ليبيا، وانصر إخوتنا في تونس، وانصر إخوتنا في اليمن، وانصر إخوتنا في فلسطين، وانصر إخوتنا في الأردن، وانصر إخوتنا في لبنان، وانصر إخوتنا في كل مكان في بلاد الإسلام جميعا، ما نعرفه وما لا نعرفه. انصر أهل الحق المستضعفين في الأرض، كن يا ربنا معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. ربنا اجعلهم لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخاء صدورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام. اللهم انصر كل من يعز المسلمين وينصرهم يا رب العالمين. اللهم خذ الظالمين وأتباع الظالمين وأنصار الظالمين، خذهم يا رب، واهد أهل الخير فيهم يا رب، اهدهم إلى طريقك المستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.